مشاهدينا معنا الآن محللة الأسواق المالية من مجموعة إيكوتي من دبي السيدة فرح مراد. أهلا بك معنا يا سيدة فرح. شكرا على الاستضافة. فرح، أبدأ معك من الأسواق الأمريكية التي سجلت أفضل أداء لها خلال هذا الربع منذ عام 2019، برأيك كيف تمكنت من ذلك رغم وجود أزمات اقتصادية عالمية منها التضخم والركود؟ يعني هلا كمان فعلا نحن خلصنا الربع الاول نوعا ما، بما انه نحن كنا فايتين باسبوع طويل والتنين كمان رح يكون في عنا اغلاق للاسواق، فبقينا نحكي بشكل واضح انه اسواق كان عندها اداء جيد جدا. هلا اذا بدنا نقارنها بمتوسط ال5 سنوات، بالفعل نحن عم نحكي عن اداء يعني افضل بكثير، بس لازم ناخذ كمان بعين الاعتبار نحن هال5 سنوات الاداء يتاثر بشكل كبير اللي كنا عم نشهده باغلاقات كورونا والتراجعات الكبيره ومن بعدها السيوله المرتفعه يلي ضخت بالاسواق. نحن نتكلم عن اداء جيد بالفعل، نتكلم انه عندنا القدره كان تخطي يمكن اغلاقات كورونا، ولكن ما فينا ما ناخذ بعين الاعتبار هالسيوله الاصطناعيه يلي ضخت في الاسواق، ولا يزال كمان تاثيرها موجود الى يومنا هيدا. والميزانيه العموميه للفدرالي كمان تقلصت بشكل كبير بسبب هالسيولة المرتفعة. أداء جيد بالفعل، أداء مرتفع مقارنة بمتوسط ال5 سنوات جيد، ولكن ما فينا ناخذ بعين الاعتبار كمان أو نتغاضى عن التراجعات اللي كمان أثرت على هذا الأداء خلال أغلاقات كورونا، وأثر طبيعة الحال على متوسط ال5 سنوات. والأمر الآخر مساعدة البنوك المركزية مش بس بالولايات المتحدة، حول العالم الأسواق بطريقة نوعا ما فينا نعتبرها اصطناعية، إضافة طبعا إلى عودة الاستهلاك بشكل كبير، عودة الاستهلاك الانتقامي من الأفراد كمان ما بعد إغلاقات كورونا. في عنا عديد من العوامل اللي يعني مميزة لهيدي الفترة وأدت إلى ارتفاعات يعني نوعا ما ما فينا نقول قد تكون مستدامة، ولكن كان في عنا تغير في البيهيفير، في طريقة الاستهلاك، بطريقة كمان الارتفاعات والأرباح اللي كنا عم نشهدها في الأسواق. فالأرقام جيدة، ولكن لازم نكون كمان عم ننظر ما وراء هذه الأرقام وكيف وصلنا لها. طيب، فيما انتقلنا إلى أوروبا، الأسهم الأوروبية أيضا تحقق مكاسب يعني بنحو 7%. من جهة أخرى التضخم كذلك تراجع في أوروبا. طيب، هل سنشهد أي انتعاش لمنطقة اليورو في الأيام المقبلة؟ يعني كمان احنا في انتظار بيانات الاسبوع المقبل، في عنا كمان حديث من المركزي الاوروبي يعطينا صوره اوضح عن سياسته يلي رح يكون عم يتبعها، ولكن يعني عم نبلش نسمع على الاسواق كنا عم نحكي نحن عن هبوط ناعم لهذا النمو الكبير اللي كنا عم نشهده في العام الماضي واللي قبله، ولكن هلا عم نبلش نحكي عن ما في هبوط ابدا، يمكن النمو مستمر وهيدي الارتفاعات مستمره. العامل الرئيسي اللي عم يدعم هذا الامر هو بطبيعه الحال تسعير الأسواق بأن البنوك المركزية رح تكون عم تتوجه لتقليص السياسة المتشددة في منطقة اليوروزون. التوقعات بالوقت الحالي عنا تراجع ب 100 نقطة أساس في نهاية هذا العام. أظن هذا هو العامل الرئيسي اللي عم يدعم المعنويات وعم يدعم المؤشرات، يمكن عم نحكي بالولايات المتحدة أو في منطقة اليورو. والأرباح كمان بنلاحظ أنها جاءت نوعا ما جيدة خلال الفترة الماضية. هلا كمان مثل ما كنت عم اقول لك على الاداء السابق المميز يلي يمكن ما يكون يمكن اساسياته مستمره معنا، بيعطينا صوره انه فعلا الاداء كان جيد، ولكن ما بيعطينا صوره مستقبليه. يلي فينا اقول لك اياه انه الاسواق تسعر هيدي الايجابيه او سعرته بالفعل، ولكن انا نكون عم نتوجه كمان الى نوع من ما يسمى بالرياليتي تشيك، نوع من انه اوكي خلينا نرجع نعيد التسعيرات المتفائله جدا يلي شدناها. قد يكون هذا هو السيناريو، ولكن لازم نكون عم نشوف مثلا بيانات اقتصاديه سلبيه جدا، لازم نكون عم نشوف ارتفاع في يمكن البطاله، تراجع كبير في الاستهلاك، ولكن الاهم طبعا هو بيانات التضخم. وكل ما عم تجينا بيانات تضخم في اليوروزون عم تفرجينا تراجع، كل ما رح نكون عم نشوف ارتفاعات مستدامه أو على القليل دعم للأسواق الأسهم في منطقة اليوروزون. طيب فرح، يعني هناك بيانات رسمية تؤكد أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف في العام الماضي، كيف ترين مستقبل المملكة المتحدة وماذا عن الجنيه الاسترليني؟ يعني إذا بدي أقارنه للاقتصاد في المملكة المتحدة باليوروزون أو
بالولايات المتحدة أظن أنه هو قد يكون الأضعف، أو النمو فيه كمان قد يكون متعثر أكثر من يمكن الاقتصادات الأخرى. تأثير طبعا كان في عنا العديد من الأمور السياسية يمكن في المملكة المتحدة، ولكن لازم نتذكر كمان التضخم قد يكون أعلى. كنا عم نحكي بسبب تأثير البريكزيت، بسبب تقليص هيدي اللي يمكن العلاقات الجيدة اللي كان عندها إياها كمان مع اليوروزون، أو التوجه كمان إلى نوع من الاندبندنس أكثر. وكمان الأمر الآخر اللي لاحظناه ولازم نتذكره جغرافيا، أنه المملكة المتحدة هي نوعا ما جزيرة، وكل يمكن الواردات أصعب أو قد تؤثر الضغوط التضخمية عليها أكثر من المناطق الأخرى. كنا عم نشوف تأثير بالفعل لما كان عم يحدث كمان في البحر الأحمر على وصول المنتجات إلى بعض المناطق الأوروبية وخاصة كمان المملكة المتحدة. فأي مخاوف عم نشوفها نحن في الاقتصادات المتطورة، يمكن عم نحكي في اليوروزون، أظن أنه الضغوط تبعيتها قد تكون أكبر في المملكة المتحدة، واستمرار الضغوط التضخمية من ناحية، والفكرة الأخرى أن نكون عم نشوف بيانات سلبية. هذا السيناريو اللي يعني أسوأ سيناريو معقول نكون عم نشوفه في الفترة القادمة، وهو سيناريو محتمل في المملكة المتحدة، أو أكثر احتمالا من يمكن منطقة اليوروزون، في حال شفنا استمرار الضغوط التضخمية خصوصي بسبب أمور خارج سيطرة المركزي. كنا عم نحكي عن سلاسل التوليد، عن الإنتاج، عن وصول يمكن المواد إلى المملكة المتحدة. هذا أمر فعلاً رح يكون عم يضغط على الأسواق في المنطقة. والأمر الآخر إذا نحكي عن الباوند، إذا كنا عم نشوف ارتفاع التضخم ولكن بيانات اقتصادية سلبية قد تجبر كمان بنك إنجلترا أنه يتوجه إلى تقليص الفائدة، هذا أمر رح يكون عم بيأثر على الباوند بشكل كبير. طيب فرح، أنتقل معك إلى تباطؤ التضخم في العاصمة اليابانية خلال آذار، يعني كيف تعللين ذلك؟ وما رأيك بخطوة المركزي الياباني الأخير برفع الفائدة؟ هلا هو كمان بتعرفي هلا الوقت جيد جدا، مثل ما عم تسألينا عن كل الاقتصادات، عنا نحن اسبوع طويل نكون عم نلقي نظرة عن الاساسيات. اذا بدنا نشوف البيانات اللي عم تصدر من اليابان عم تفرجينا تراجع في التضخم، ولكن التضخم لا يزال اعلى من 2% يلي هو مستهدف بنك اليابان. لا اظن هذا الامر رح يكون عم يشجع بنك اليابان انه يستمر او يعلي من السياسه المتشدده، لانه عم نلاحظ انه الضغوط التضخميه مثل ما كنت عم اقول لك كمان حول العالم خصوصي في اليابان منه نابع بسبب الاستهلاك المرتفع، وبالعكس عم نشوف توجه الى رفع نمو الاجور في اليابان ليكون فعلا التضخم مبني او بسبب الاستهلاك المرتفع. ولكن ملاحظ في اليابان الضغوط التضخميه جايه من العرض وليس من الطلب، فهذا الامر ما بتصور رح يكون عم بيخلي المركزي في اليابان يكون عم يتوجه الى رفع. وهذا اللي كنا عم نسمعه بالفعل من يويدا المحافظ كمان لبنك اليابان، اللي كان عم بيقول عنا رفع ب 0.1%، الاسواق كانت عم تتوقع رفع اعلى، على القليل يكون في عنا سياسه شوي في الافق متشدده، ولكن لم يتحدث عن هذا الامر. وكل تسعير السياسه المتشدده رجعنا شفنا ريفرس لها، ورجعنا شفنا ضغط بيع على الين الياباني، في حال ما كنا عم نشوف يمكن ضغوط تضخميه اعلى من هذه المستويات، ولا حتى نحن فوق ال 2%، ولكنه لا يدل على استهلاك مرتفع. طول ما انه نحن يمكن لازم ننتظر هالرفع في الاجور قد ايه رح يكون عم بياثر على الاستهلاك في اليابان، لا اظن بانه رح يكون عم يتوجه بنك اليابان الى رفع اسعار الفائده، طيب وقد فرح يستمر الضغط عليه. عذرا المقاطعه، مع ذلك اليابان توجهت الى التحرر من سياستها المتشدده حول الفائده، الى ماذا هذا ينذر؟ كان له مخاوف كثير في الاسواق، لو كان فعلا التقطت الاسواق هيدي اللهجه كتحول يعني الى سياسه متشدده، ولكن يبدو انه هو تحرك بسيط جدا
وحتى يمكن لو كنا عم نشوف توقع الأسواق لسياسة متشددة بالفعل، ولو حتى كنا عم نتخلص من التحكم ب خصوصي بالبوند ماركت، خصوصي انه احنا بنحكي عن البوند ماركت في اليابان كسوق يعني نتوجه له في حال نحن عندنا محاربة للتضخم، في حال نحن عندنا مخاوف الأسواق، يعتبر ملاذ آمن، وكان لازم نكون عم نشوف هجوم كبير إلى هذا السوق، خصوصي يعني اللي كانوا عم يستثمروا في الأسواق الخارجية في البوند ماركت الخارجية وبدهم يرجعوا إلى السوق الياباني، ولكن ما شفنا تحرك كبير، وهذا بيعني إنه الأسواق ما سعرت أو كانت متوقعة تحرك أكبر للفعل. كان تقول اوكي نحن بلشنا في سياسه او في دوره سياسه متشدده، نعم. يبدو انه هو يعني فعل واحد ما عم يعطينا صوره الى تغير في اللهجه بشكل مستدام. طيب ماذا عن الصين؟ يعني هل سينجح رئيسها في السيطره على ازمات الصين الاقتصاديه، لا سيما هم مستمرون في القطاع التجاري والصناعي لديهم، لكن ماذا عن ازماتهم الداخليه برايك؟ هلا أظن أنه اللي عم نشوفه خلال الفترة الماضية كانت بتشبه كتير تحركات اليابان، الدعم الكبير للأسواق، نكون عم نشوف انتعاش في الأسهم، ويمكن الذكي بالموضوع أن الدعم الرئيسي كان للشركات الصغيرة أو رأس المال المتوسط يلي عادة بيفرجينا يمكن تأثير مباشر أو بيكون أسرع لنكون عم نشوف نوع من النمو في الأسواق، ولكن المخاوف لا تزال موجودة. عندنا العديد من كمان كبار البنوك اللي بيعتبروا انه لا تزال الاسواق الصينيه نوعا ما خطيره. اللهجه الصينيه تتحدث عن توقعات نمو يعني بحدود 5.5%، وهو توقعات جيده. اظن ما قد يدعم يمكن المؤشرات اليابانيه الصينيه، واللي يمكن قد يؤدي الى توجه المستثمرين ليكون في عندهم اكسبوجر في البورتفوليو الخاص فيهم على الاسواق الصينيه، اولا انه اسعارها قديش يعني الفالويشن تبعها متراجع جدا مقارنه، نحن عم نحكي في الولايات المتحده وفي اوروبا وفي اليابان، نحن الاسواق منا رخيصه، الاسهم مرتفعه جدا اعلى كمان من المتوسط، ولكن اذا بنشوف الصين رخيصه مقارنه في الاسواق يمكن الاسهم. الامر الاخر نحن نتوجه شئنا ام ابينا، ولو حتى ما كنا عم نتوجه الى ركود عالمي ولكن الى تراجع الركود حول العالم، وطبعا في هيدي الفترات عادة ما نرى التوجه إلى السلع، إلى البرودكت، إلى الخدمات الأرخص، وهيدي نوعا ما بتقوي أو بتدعم كمان الاقتصاد الصيني، إنه يمكن يكون في عليه طلب أكثر، والعلاقات كمان اللي عم تبنيها الصين مع بعض الدول، يعني عم لاحظ تشكل نوع من المخيمات الاقتصادية اللي الصين عم تلعب دور رئيسي فيها، أظن هيدا مكان جيد قد يدعم الأسواق. طبعا نحن عم نتوجه الى نوع من المخاطره الكبيره، ولكن اظن في وجه هذه المخاطره في عنا كمان توقعات ارباح كبيره في حال استطاعت انه تجتاز الازمات اللي عم تواجهها في الوقت الحالي. طيب اذا بالانتقال الى اسواق الطاقه، برايك هل بدات العقوبات الغربيه على النفط الروسي تاتي بنتائجها، ام الى اين يتجه الامر؟ مثل ما كنت عم اقول لك، نحن اظن انه هذا العام رح يكون عم نشوف تحالفات اكثر، كل المستثمرين، كل الاسواق، كل حتى يعني الدول صارت تعتبر ما يسمى بالبلاك سوان او البجعه السوداء، اللي هي حوادث بتاثر الى انهيار الاسواق في السابق وما كنا متوقعينها، مثل الحروب، مثل التوترات الجيوسياسيه، صارت الجزء من يمكن التوقعات الطبيعيه يلي الاسواق نوعا ما مرات بتغض نظر على اي تطورات جيوسياسيه، لانه فعلا تم تسعيرها، والعلاقات واعاده يمكن تحويل الصادرات والواردات من بعض الدول، يعني لاحظنا انه مثلا يمكن النفط الروسي ليه اشيرين له، خصوصي بسبب تراجع اسعاره مقارنه في الاسواق. فهل ادى الى تاثير؟ اظن ما كان تاثير مستدام. هناك دائما من يود شراء سلع بمستويات وبأسعار أرخص من السوق، وهذا ما تراهن عليه روسيا بالوقت الحالي. طيب بأسواق المعادن النفيسة يا فرح، ممكن أن يستمر الذهب بالارتفاع برأيك ويبقى ملاذا آمنا للمستثمرين، أم سيتعرض أيضا لأبس اند داونز مع الوقت؟ هلا
يعني لجاوبك بسرعة، قبل ما نخوض بالديتيلز، طبيعة الحال عنده القدرة ودعمه يعني، والأمور اللي عم تدعم كمان الذهب مستدامة وقد تستمر معنا خلال هذا العام. ولكن إنه يكون عم نشوفه أب أند داون مثل ما عم تقولي لي، وتداول يعني في فولاتيليتي عالية، هذا سيناريو محتمل جدا في هذا العام، خصوصي الدعم نشوف إنه المستثمرين عم بيراقبوا حيا لكلمة حساسين مثل ما نقول للأخبار في الوقت الحالي. فأي خبر عم نشوف يعني تحركات الذهب يعني 50 60 $100 خلال اليوم، هو سيناريو طبيعي جدا للأسواق بالوقت الحالي. ولكن الدعم له، إذا بدنا نشوف نحن الصورة العامة للتوقعات خلال هذا العام، نحن نتوقع تقليص السياسة المتشددة مما قد يؤثر أو يعني على يعني عم يضغط على الدولار الأمريكي، ولو ما ضغط ولكن قد لا يدعم ارتفاعات في الدولار الأمريكي، قد يدعم في وجه عملات أخرى ولكن مش في وجه ما يساعد في الدولار أو ما يسمى بالأصول الآمنة، أو اللي كمان تدعم الأصول يلي بتحافظ على القيمة مثل الذهب. فتوجهنا إلى تقليص السياسة المتشددة عاجلا أم آجلا رح يكون عم يدعم الذهب بطبيعة الحال. ولكن حتى لو جاءت كمان عنا نحن بيانات تضخم مرتفعة، أظن رح يكون كمان عم يندعم الذهب كملاذ آمن أو كتحوط من التضخم، ولو جاءت كمان تراجعات في التضخم مما يعني أنه الفيدرالي رح يكون قادر يقلص السياسة بشكل أسرع، وكمان هذا الأمر رح يكون عم يدعم الذهب. أظن الذهب مستمر في يعني الشاين تبعه في جذب المستثمرين كحافظ للقيمة، أكثر من أنه بس نحن عندنا مخاوف جيوسياسية أو هو ملاذ آمن. ولكن في نحن بالوقت الحالي إذا بدنا نشوف كل الأصول في الأسواق، الكاش قد يتراجع بسبب تقليص السياسة المتشددة، الأسهم قد تستمر بارتفاعها ولكن فعلا هي في ارتفاعات تاريخية، فيمكن هالارتفاعات القادمة لن تعوض أو لن يعني تعطينا أرباح مثل ما كنا عم نشهد في العام الماضي. الباند ماركت قد يتراجع، فأظن كل هذه العوامل رح تكون عم تدعم الأسعار للذهب في هذا العام. نعم، طيب من دبي من مجموعة إيكوتي محللة الأسواق المالية السيدة فرح مراد، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به.